حبينا نشوف مشهد آخر من مشاهد التطور في شرم الشيخ، والحقيقة شايفة عربية زي عربية إسعاف بس مكتوب عليها المعمل المتنقل لرصد جودة الهواء. يا أساتذة يا دكاترة، أنتوا مين؟ تفضلوا. دكتورة هند زهران، مدير عام الرصد البيئي وزارة الصحة قطاع الطب الوقائي. دي أول محطة نقل ملوثات الهواء. نقل ملوثات، رصد ملوثات الهواء؟ رصد ملوثات الهواء، بنرصد بيها ملوثات الهواء، بنرصد بيها CO، CO2 والSO2 والأتربة. طبعا ليه احنا وزارة الصحة بنعمل كده؟ عشان نشوف نتتبع الملوثات وهتتشتت ازاي. احنا في كوب لازم نكون بندرس المناخ وبندرس نسبة التلوث. اتمنى انه معدلات التلوث بقى في المدينة، في القاهرة، في القرى تكون معدلات تنخفض، وهو ده اللي مصر بتحاول تعمل عليه، وده اللي العالم كله بيناقشه في كوب 27، كيف نخفض من معدلات التلوث البيئي عشان صحتنا، علشان المناخ، علشان الزراعة، علشان المية. كل دي أمور مهمة جداً